يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. وطبعا اهتمام كل الاهلاويه في كل مكان منصب حاليا حول فكره او مباراه كاس السوبر المصري يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله بين الاهلي وطلائع الجيش. اكيد مباراه في منتهى الاهميه، وخصوصا ان هي طبعا جايه تكون اول مباراه بعد العوده من مده راحه قصيره الى حد ما، ولكنها بعد موسم طويل وكان مليان بالبطولات الافريقيه والعالميه. هنتكلم في تفاصيل اكتر، وكمان هنتكلم عن استعدادات النادي الاهلي للموسم القادم ان شاء الله مع كابتن فتحي نصير مدرب النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر والمراقب بالاتحادين الافريقي والدولي. صباح الفل على حضرتك فندم، صباح الفل، نورنا. صباح الخير كريم. صباح الفل، اهلا بحضرتك كابتن. كان احتفالية، كنا بنتكلم في الفاصل يعني قبل الهوا عن الاحتفاليه الجميله اللي يعني شهدناها كلنا، وكان يوم يعني فعلا مشرف لكل اهلاوي، حاجه تليق بالنادي الاهلي. صحيح يعني صحيح، ما قدمش غير كده، وانتوا كمان كنتوا منورين الشاشه. ربنا يخلي حضرتك. خليني بقى ابدا معاك، احنا نتكلم خلاص يعني لو تسمح لي نبدا في الجديد. احنا عندنا موسم جديد، عندنا استعدادات ليه واضحه جدا، وبدايه ممكن ناخد فكره الصفقات الجديده، فناخد من هنا كده اللي جاي ان شاء الله. الله، اكيد اللي فات ده كان مش من افضل المواسم، لكن احنا عندنا موسم جديد جاي ان شاء الله، ما فيش بطوله واحده حتى يعني ايه تروح من ايد الاهلي باذن الله، بس كان ليه ظروف وبرده هنرجع نتكلم. هل في ظروف مستمره معانا من الموسم اللي فات للي جاي؟ وفي نفس الوقت ايه التغييرات اللي حضرتك شايفها لازم نركز عليها عشان نتكلم بقى باذن الله ما فيش بطوله بره الاهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه اولا بتقولي هل في ظروف مكمله معانا؟ مكمله معانا؟ هي مش من النادي الاهلي. الظروف اللي مكمله من نظام المسابقات. صحيح. نظام مسابقه بمعنى ايه برضه عشان نوضح؟ الضغط اللي كان موجود يعني النادي الاهلي نهى الموسم بدوره رمضانيه. انا بقول دوره رمضانيه. ايوه مش دوري. اللي اتلعب ده مش دوري. بتلعب دي الدورة الرمضانية دايما في شهر رمضان، مكثفة دايما ومكثفة وتنتهي في شهر رمضان. صحيح. فاحنا نهيناها في بالظبط اللي في ال 20 يوم اللي هم الدورة الرمضانية، عشان خلصنا قبل ليلة القدر وبعدين بعد يومين من رمضان. فبالظبط مش ممكن كل يومين ماتش، كل شيء غير يوم مسبوق في العالم. لا 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 مفيش. شفناهاش بصراحة. 40 ساعة لا، لكن أربعة ممكن 72 ساعة ممكن بتتعمل في بطولات كاس العالم، تلعب سبع ماتشات في استثنائي لو وضع لا تاني. انت بتلعب السبع مباريات بتلعبهم في شهر. سبع مباريات طبعا. كاس العالم بيبقى فيه ثلاث ايام، في اربع ايام، في خمس ايام، لكن عمرها ما توصل ل 48 ساعه. الوضع ده مستمر كمان في اللي جاي. فانا اللي جاي حاضر، ما حضرتك بتتكلم على ما احنا عاوزين نتكلم ليه. الحاجه دي يعني غير انها بتثقل على اللاعبين، ان اللاعبين يبقوا اوفر لود ويبقى تحمل ويبقى فاقدين التركيز وفاقدين الاعداد النفسي والبدني، كل الكلام ده كله. في نفس الوقت ما بنستفدش من المدربين، المدربين ال 18 اللي كانوا في الدوري العام في الموسم الماضي، خصوصا مدرب النادي الاهلي بيتس موسيماني والمدربين اللي بيلعبوا في افريقيا، بنقول ان هم ما عندهمش وقت يصلح اخطاء فريقه. لانه بيلعب كل 48 ساعه، يعني لما بيلعب النهارده تاني يوم مفروض بيعمل استشفاء وان اللعيبه تلعب تاني تبقى جاهزه ويجهزوا ما وكلام كده، واليوم التاني بعد المباراه يبدا يعد اللعيبه ويصلح اخطائهم. هنا لا، ده لازم يعد اللعيبه للماتش اللي بعديه. صح. فاذا شغل المدرب فين؟ فاحنا كده بنفقد دور المدرب في انه يصلح الاخطاء. مدرب بالملايين وبالالافات لكن ما بنستفدش منه. لا بس منه. هو لا معلش مش هنتحمل عليه قوي كده. مش انا هو بتكلم عن مبدا يعني. كمبدا أنا لان موسيماني بصراحه بيعمل اللي يعني انا بقول لك هو مظلوم اللي يقدر عليه فعلا. ما انت كده بتظلميه. صح. لانك اديله الوقت عشان يصلح الاخطاء. هو عارف ان في خطا، هو بيتكلم ده في المؤتمرات الصحفيه اصلا يعني. كل الناس تقول العيب ده والعيب، هو عارف، هو عارف وفاهم وكده، بس صح. ما عندوش الوقت انه يصلح، ما عندوش الوقت انه يدي ده. يقول لك ده مريض، هو عارف انه مريض بس ما بياخدش دواء. بس هل هيتم تدارك هذا الامر ان شاء الله في الموسم اللي جاي؟ ما هي دي النقطه اللي النهارده بتقول لي عليها. هل استمراريه النادي الاهلي؟ لا، النادي الاهلي بيعتمد على نظام المسابقات
والراحات بين المباريات انك تدي الحق عشان يقدر المدرب يشتغل بالزبط. يلاقي وقت يشتغل فيه يصلح اخطاء يحضر فرقته للمباريات القادمه، ثم ان اللعيبه نفسها ترجع تاني تبقى طبيعيه، مش انها اللي بيحصل ده كده. شيء صعب جدا فعلا كابتن فتحي، يعني ما شفناهوش برضو غير مسبوق. يعني احنا بنتكلم كده في فكره الضغط او ضغط المباريات واللي بالتالي بينتج ضغط على اللعيبه الدوره الرمضانيه. ده يعني ده نتمنى ان هو ما يكونش معانا في الموسم ان شاء الله الجديد. ولكن ايه تاني، يعني ايه تاني ممكن كابتن فتحي نعرفه من حضرتك ان احنا هنركز عليه او ربما عندنا الافضليه هذا الموسم عنه؟ هل الصفقات عندنا طبعا مثلا في تدعيمات في بعض اللعيبه، في دم جديد طبعا. في رئه جديده اتقدمت للنادي الاهلي، اختيارات بهدوء، اختيارات بدون صخب، اختيارات بتركيز ومدروسه كويس في اماكن معينه، في لعيبه معينه، في سن معين، في مراكز داخل الملعب، كل الحاجات اللي هي ممكن تكمل المنظومة للنادي الأهلي الداخلية. حضرتك راضي كل الرضا عن الأسماء اللي تم التعاقد معاها في الفترة الأخيرة؟ أكيد. مش بنتكلم طبعا على لعيبة الأهلي اللي جايين من الإعارات، أنا بتكلم تحديدا عن الصفقات الجديدة. دولت يعني تم اختيارهم بعناية وتم اختيارهم بفكر صح، ومش عايز الناس برضو بالمناسبة إن لعيب مصاب. ما هو اللعيب النادي الاهلي ما خدوش مصاب، ده النادي الاهلي كشف عليه طب يوم ما كان بيوقع العقد اكيد وسليم 100% ولجنه طبيه والكلام ده كده. معنى ان تجيله اصابه قدريه، فدي اصابه قدريه لا بايده ولا بايدنا ولا بايد اي حد. صحيح. في مباراه منتخب، اذا مباراه رسميه، لوائح الاتحاد الدولي بتقول الفتره اللي هي دي الفيفا ديت ايام المباراه الاتحاد الدولي اللعيبه تلعب مع منتخباتها. أصيب مع المنتخب عادي زي ما لعيب عندنا زي أكرم توفيق أصيب مع المنتخب، ما هو نفس الحكاية. هو أكرم توفيق احنا متعاقدين معاه؟ لا، أكرم توفيق لاعب عندنا. فالإصابات القدرية دي مش عايز بقى الناس تزود فيها وتقول اللاعب ده أصله مصاب، لا مش مصاب. ارجع ورا شوية كده أسبوعين ثلاثة هنلاقي النادي الأهلي اللجنة الطبية تم وضع قبل ما يوقع وقبل ما اتفقنا على كل حاجه، طب الواقع مش بكشف. بس يعني كلام ما يتردش عليه حتى والله يا كابتن فتحي، يعني معقوله يعني تتكلم مع نادي محترف واداره محترفه وسيستم محترف جاي تقول لي انا جايب واحد مصاب؟ لا يعني احنا بنوضح للساده المشاهدين، لان احنا في الساده المشاهدين احنا عندنا العامل البسيط وعندنا المتوسط وعندنا الرئيس وعندنا الوزير وعندنا درجات مختلفة والعقليات مختلفة. بس اللي كان مركز مختلفة. مش من الأهلي خالص، اللي كان مركز على النقطة دي مش حد أؤكد لحضرتك يعني من الأهلي خالص يعني. فيقدر يرد. صحيح. احنا بنديله الردود العلمية اللي هو يقدر يرد بيها، فبنساعده يعني بيستعين بصديق، فاحنا الصديق. يعني دي تاني ده تاني مصطلح النهارده في الفقره هيعجبني. دوره رمضانيه استعين بصديق. ايوه صحيح. لا بس كلام مظبوط والله، اتفق مع حضرتك يعني فيها. يعني بنتكلم من الواقع. صح. مش بنتكلم لان دي خبرات تراكميه للواحد في 50 سنه كوره. 50 سنه كوره طبعا تاريخ الاهلي مش يعني في مرمطه كوره انك تلف العالم، تروح البطولات كلها، تروحي سواء افريقيه سواء دوليه سواء اسيويه سواء عالميه سواء انديه، سواء تتعاملي مع لعيبه مختلفه مع نظم مختلفه مع الحاجات دي كده. بس من ضمن المستجدات اللي يعني اللي حصلت في الفتره الاخيره وبتهيألي ليها انعكاسات سلبيه اكتر بكتير من انعكاساتها الايجابيه، السوشيال ميديا خلت ناس كتير يعني حتى مش تنقد او تنتقد او حتى يعني ده في ناس بترزل بالبلدي كده من الاخر، يعني وهبه حياتها للرزاله وللا منطق. وعلى فكره الكلام ده الى حد كبير ما يتقالش عليه ان هو جديد قوي، حصل في وقت سابق برضه قبل كده مع النادي الاهلي حتى في حاله التعاقد مع محمد بركات. قبل السوشيال ميديا بقى كريم كان وقتها قبل السوشيال ميديا لسه السوشيال ميديا. لا انا بكلمك ان عموما زادت قوي في الفتره الاخيره، كان زمان الى حد ما الامور مقدور عليها وكل فتره بعيده والتانيه تسمع تعليق غير منطقي، لكن مؤخرا لا يعني زمان مثلا ما حصلتش غير يمكن مع محمد بركات لو حضرتك تفتكر، وقال لك برضه شككوا في جدوى التعاقد معاه وان هو برضه مش قد كده، وهو في الاخر محمد من بركات من احسن الصفقات اللي الاهلي عملها. الفراغ يعني القاتل للناس بيخليه هو يفكر في دي وبعدين يشوف مصلحته فين، ودايما المصالح بتتصالح. يعني ايه المصالح تتصالح؟ يعني انا شايف مصلحتي لما اكتب دي وهتشهر وكده يقوم اكتب حتى لو هي غلط. صحيح. مش مهم انا هتشهر بطريق صح او بطريق غلط. هم بقى ترند والسلام. لا وعي.
يعني بيكتب بس المخ ما بيشتغلش. طب احنا يعني ممكن نتطرق سريعا لهنا وضع موسيماني، لان انا لما اجي اتكلم عن موسم جديد لازم اتكلم عن يعني المدير الفني بتاعي واستعداداته كمان وتجهيزه للعيبه، مش بتكلم بس فنيا لا نفسيا وغيره، عايز اشيل الضغط والكوارث اللي كانت موجوده في الموسم اللي فات وابتدي بقى فريش زي ما بيتقال. فنتكلم عن دور موسيماني في الفتره اللي جايه اللي في غايه الاهميه اكيد. هو الدور غير لعبتنا مهاراتهم عالية جدا، مهارات لعبتنا يعني مش هنقول نصلح مهارات كتير يعني حتت، بس مثلا دقة التسديد الكلام ده، لكن هو دوره النفسي والإعداده وإنه هيئ اللعيبة بدوافع جديدة لموسم جديد لبطولات جديدة، على أساس كتر البطولات وكتر يعني إيه الهرم له قمة واحدة، عمره ما يبقى له قمتين. انت في الدوري ايه الكلام الجميل ده، انا النهارده معجبة والله حضرتك جدا. دورر انا والله النهارده ماشي. عمره ما يبقى له قمتين، انت في النادي الاهلي مطلوب الهرم يبقى تلو بقى له ثلاث قمة في فترة قليلة. أيوة. لكن ممكن يطلع وينزل، ما احنا عندنا ثلاث اهرامات بثلاث ارتفاعات مختلفة. فإذا لو عندنا ثلاث بطولات بس فيه مسافة بينهم، يعني بين البطولة والبطولة، لكن انت مدخل بطولة في بطولة في بطولة، فانت مفروض اطلع يعني ايه الهرم القمة، يعني اللعيب وصل للقمة اللياقة البدنية الذهنية الفنية الخططية عشان احقق النتائج اللي مطلوبة مني للنادي الاهلي ليا كلاعب، ان انا بأدي في منظومة النادي الاهلي. فاذا اللعيب وصل للقمة هنا، مطلوب عشان يوصل للقمة التانية ايه؟ لازم ياخد راحة طبعا ويشم نفسه ويرجع تاني. انت لا، انت عايز كله في نفس واحد. طب. مش ممكن انك تحافظي على هذا المستوى في نفس القمة بدوافع مختلفة، لان كذا بطولة. صحيح. انا مش بدافع عن النادي الاهلي، بس انا بقول العلم، احنا بنقر واقع. لا العلم مش كمان العلم هو اللي بيقول كده، مش انا. لا اجتهادي ولا اجتهاد كريم ولا هو، لا مش اجتهادنا ده، العلم هو اللي بيقول هذا الكلام، ان من الصعب جدا على المدرب. فبنيجي لمتشمان عنده دوافع دلوقتي. قبل ما نوصل لموسيماني انا اسف جدا للمقاطعه، بس احنا لازم نطلع فاصل حتى فرصه لما نرجع نتكلم بقى يعني باستفاضه على النقطه دي. انا اسف للمقاطعه، فاصل ثم عوده. اتفضل. عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، وضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة كابتن فتحي نصير، اللي قبل ما أقطعه مضطر عشان الفاصل كان بيتكلم عن هواند فيما يتعلق ببيتسو موسيماني. وصلنا في الكلام عند النقطة دي، على النقطة دي، إن هو من ضمن الحاجات هو دلوقتي بيحضر لمباراة أو لبطولة السوبر. ما بقولش مباراة، هي مباراة واحدة لكن في المعنى بطولة، لأن بتنتهي من ماتش واحد. طبعًا. بطولة هتنتهي من مباراة واحدة، يبقى هذه بطولة ومباراة، بس من خلال المباراة هتتحقق بطولة. صحيح. أو نعتبر نهائي بطولة. ماشي. الراجل لغاية دلوقتي ما يعرفش هيلعب بمين، هل باللعيبة القدامى بس ولا القدامى، ولا هيلعب بالجداد اللي منضمين، ولا هيلعب بالمعارين أهو كانوا موجودين عندنا. مشكلة كبيرة قوي يعني. موضوع يعني مش بيصعب الامور كده علينا. انا قلت في اول حاجه لما قلنا هل ان موسيماني النادي الاهلي هيقابله مشاكل الموسم الماضي، فقلنا بس لو في حاجه منتظمه دي، انا مفروض عندي مباراه ببعت رساله للفرقتين اللي هي النادي الاهلي طلع في المباراه، المباراه يوم كذا، مش انتوا بعتوا للنادي الاهلي قلت المباراه يوم 21؟ اكتب بقى ما يبقى السطرين شروط المباراة الآتي. نمرة واحد، بالظبط الزمن 90 دقيقة، نطبق القانون الاتحاد الدولي، وقت التعادل هيبقى مثلا في ضربات ترجيح أو هيبقى في وقت إضافي ثم ضربات ترجيح. ده مش ماتش عادي، بنتكلم في بطولة يعني. عشان كده ألوان الفانيلات، مين البطل الدوري؟ الأهلي. فانيلاتك يبقى هتلعب بنفس لبسك. مين التاني؟ طلائع الجيش، هتلعب بنفس اللبس كذا 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 والبديل بتاعك كذا. طيب المباراة هتكون كام؟ هتكون الساعة كذا. طيب مين اللي هيشيل حق المشاركة للعيبة دول؟ أيوة. مين؟ اللعيبة المسجلين سابقا،
اللعيبه المسجلين والمعارين، اللعيبه المسجلين والمعارين والمسجلين جداد يعني يكون الخطاب وافي لكل التفاصيل والملابسات المتعلقه بالمباراه دي. كل اللعيب الموقوف، اللعيب اللي عنده انذارات، اللعيب المصاب، اللعيب، كل الحاجات دي تتكتب. ده انا اكتب المباراه، اكتب كمان المباراه هتقام يوم 21 الساعه 7 استاد برج العرب. في اليوم ده هيكون الطقس، درجه الحراره هتكون مثلا 20 درجه، هتكون 15، هتكون 17 اتجاه الريح. ان كل تفصيله من دي ليها انعكاسات بقى وليها تحضيرات وترتيبات. ايوه تاني. لان انت درجه الحراره تفرق بقى معايا في ان انا لو حر جدا يبقى هقول للاعيبه، وبالتالي لما اقول درجه حراره هقول ان في بريك تايم للووتر، انه هيشرب ووتر بريك او ما فيش. ايوه التفاصيل يعني اللي هي المهمه قبل اي مباراه اكيد. دي لستة طبعاً. كتالوج للمباراه بحيث انا لما اقراها ما اسالش سؤال. طبعا بعد المباراه سيتم تكريم الفريق. احنا باعتين احنا كنادي اهلي اصلا كان معانا الخبر ده بنسال يعني وضع اللعيبه الجداد معانا يا جماعه، حد يقول لنا طب هنعمل ايه؟ المفروض المفروض يكون هو العكس المفروض الصحيح، بس انا دلوقتي عايز اعرف الكلام اللي بقوله لحضرتك ده يكون جاي لي يقول لي ان انت هتسلم بعد المباراه اللي هيكرموا 40 ميداليه، الجهاز الفني والاداري كذا واللاعبين كذا، اللي هينزل على الاستيج مثلا رئيس الاتحاد ورئيس النادي ده ورئيس النادي ده، يعني شرح وافي لكل تفاصيل. على ذكر الانذارات وعلى ذكر الطرد والنوع ده من الامور، هو لما يكون في لعيب تم التعاقد معاه مؤخرا وكان مطرود مثلا، ايه الوضع؟ بتتحسب بقى الطرده دي بتتحسب مع فريقه الاولاني؟ لو كان موقوف يبقى هتوقف، لازم يتوقف. طب لو كان والانذارات كذلك نفس بتتاخد في الاعتبار؟ لا الانذارات بتسقط. تسقط الانذارات، الطرد لا. اما ده اللي انا قلته. يعني لو لعيب موقوف احنا جايبين لعيب اجنبي واحنا عاملين حسابنا انه هيلعب معانا يجي لي واحد بعد الماتش يروح يحتاج يقول لك ده هو اللي ده لما كان بيلعب في تنزانيا في بطوله الدوري موقوف لانه واخد طرد او واخد كارت احمر. مين اللي هيقول لي الكلام ده؟ لازم تحت يقول لي كل النظم دي. انا فتحت النقط دي مش اجتهاد، ده العلم او تنظيم المباراه، تنظيم البطوله لابد ان يكون بهذا الشكل. يبقى انا جبتها بيقول كاب داون، انك بتنزل خطوه 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 لغايه ما تقول للعيبه تبديلات كام لاعب، التسخين بتاع اللعيبه بتوعك هيلعبوا ورا الجول. ما هو ده هيتقال المفروض، يعني نتمنى قريب ان شاء الله. لا قريب اذا كنت انا مدرب، ما انت بتقولي لي يبقى هو مظلوم ولا لا؟ صح. يبقى هو النهارده الحد المفروض هيجرب لعيبته من يوم مباراه. طب امتى متوقع الرد يعني؟ انا هقول لحضرتك من يوم مباراه المقاولين اللي كانت يوم الخميس. كان المفروض يعرف مين اللي هيلعب ومين ما يلعبش. بيلعب مباراه، امال هو بيلعب مباراه وديه ليه؟ عشان يجرب. وديه تدريبيه. ايوه بس هي وديه بس تدريبيه. ليه؟ أكيد. عشان والتجريبيه دي بيجرب اللعيبه بتاعته وتجرب طريقه اللعب بتاعته، يبقى جربها بقى على السكواد اللعيبه الاساسيين اللي عنده. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. معلش بس لا دي نقاط في غايه الاهميه اكيد. كابتن فتحي متفق مع حضرتك فيها، ونتمنى فعلا يكون في تعديل في هذا الموضوع، انه بيأثر في الاول وفي الاخر على الفرق، يعني ما تكلمش بس على النادي الاهلي، بيأثر على الفرق المختلفه. لا كويس، وقناه الاهلي انها بتبث هذا الموضوع، بتقول للناس، بتعرف تفهم الناس طبعا. والزملاء الاعلاميين برضو يعرفوا النقط اللي احنا بنتكلم فيها. نورتنا يا كابتن فتحي، للاسف الوقت خلاص بتاع الحلقه كلها انتهى، بس حضرتك نورتنا، شكرا ليك جدا على وجودك معانا. ونشوفك على خير قريب جدا باذن الرحمن. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا وشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده. بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.